مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا الرابع عشر بحفظ من الله ورعايته، ويأتي أيضاً بتحديات الجعدان، أيضاً بتحديات الجعدان الفطاي من المسافة هي الكيلو والنص، مباشرة مع شاهين عبد الله بن مبارك بن بنا يقدم على المركز الأول، ويأتي شعارك يا بالحب ليقدم لنا انطلاقة شاهين حمد بن سعيد بالحب العامري، يقدم المركز الثالث القادم والمتسلل بهذه اللحظات، القادم والمتسلل بشعار ايضا احمد بن عبد الله بن عتيق المقعودي الفلاسي، يقدم لنا شاهين المركز الرابع، ياتينا الحاضر والمتسلل ايضا شاهين سالم بخلفان بالعري الاكتبي، وياتي شاهين ايضا لمايد بن محمد بن عتيق المقعودي الفلاسي، يقدم لنا شاهين والاسامي قادمه، وعبد الله بن مبارك بن بنا يتقدم مع المركز الأول مع الصدارة، وحمد بن سعيد بالحب، ولكن أحمد بن عبد الله المقعود الفلاسي ومايد بن محمد بن عتيق المقعود الفلاسي الأسامي قادمة. شوط الصعوب، شوط مميز، شوط مميز يحمل أسماء مميزة، والأمتار الأخيرة الفوز حاير، الفوز حاير ما بينك يا المقعودي ويا بن بن أو يا بالحب، الأسامي الأمتار الأخيرة، ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، وعبد الله بن مبارك بن بنا راح، بن بنا راح إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الفوز والانتصار، ولكن المقعودي، ولكن بن بنا عاد المقعودي بالأمتار الأخيرة، عاد المقعودي بالأمتار الأخيرة مع اللحظات الأخيرة، ولكن تهانينا والناموس عبد الله بن مبارك بن بنا. المركز الثاني لأحمد بن عبد الله المقعود الفلاسي، المركز الثالث مايد بن محمد بن عتيق المقعود الفلاسي. التوقيت 2:18 تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس. مشاهدينا متابعينا الكرام، نصل إلى ختام سباق هذا اليوم. شكرا مدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي، شكرا لجميع اللجان الغائمة على أرضية هذا الميدان، تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ، نتمنى التوفيق للجميع في المرات القادمة. مع تحيات زميل سالم بركاب العليلي، وتحياتي أنا نايف الزرعي، لا نقول وداعا بل إلى لقاء آخر.